احساسي انا كثير فرحانه ومتشجعه حتى اطلع الاولمبياد، بس بنفس الوقت عندي توتر وخوف من المباريات. متحمسة كثير، ثقتي بنفسي عم تساعدني كثير على اللعب مع العالم الأكبر مني بكثير. إن شاء الله هيك يكون اللي شي حلو بالأولمبياد. أنا واجهت كثير صعوبات، بس إنه كنت أدى وتخطيت أي شيء. بسبب انه بسبب رياضتي وبسبب مشان اكون انه انا بطل وهيك، فتخطيت كل هالشيء، ما فكرت باي شيء، فكرت بس بتمريني ومضربي بطاولتي. اللاعبات واللاعبين الابطال العالم، يعني هي مشاركه اقوى لاعبين في العالم، فكثير هي رح تستفيد من الخبره، من وجودها بالصاله، من وجودها بالتمرين، بصالات التمرين كمان، كيف هن عم يتمرنوا، بنحاول نقلدهم. يعني كثير مشاركه قويه، هي استعدادنا لها هو بالبطولات اللي على مستوى عمره، هلا هند لاعبه صغيره عمرها 12 سنه، فالمستقبل قدامها.